الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. لقد شرفنا الله سبحانه وتعالى بأن بارك أرض فلسطين، وشرفنا وكلفنا أن نكون حماة هذا المسجد الأقصى المبارك، ونحن على العهد ونحن لها بإذن الله شيوخ ونساء وأطفال ورجال وكل فئات الشعب الفلسطيني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل في الوطن والشتات، يا أبطال فلسطين في القدس، في الضفة الغربية وفي غزة الصامدة، من هنا من قاهرة المعز، من مصر الكنانة صانعة الثورات وقلعة الحرية، نوجه كل التحية والفخر والاعتزاز إلى شبابنا المرابطين في الأقصى المبارك الذين وقفوا بشرف وعزة يتصدوا بصدورهم العارية للمخطط الصهيوني الهادف إلى تهويد القدس، غير آبهين ببطش جيش الاحتلال الصهيوني وإرهاب عصابات المستوطنية، بالوقوف أمام مسؤولياتها والتزاماتها القومية والعروبية والإسلامية بدعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين. خامساً، نطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته القانونية والسياسية والإنسانية تجاه جرائم إرهاب الدولة المنظم التي يقوم به الاحتلال وخرقه الفاضح للقانون الدولي والاتفاقات والمواثيق الدولية. سادساً، ندعو وسائل الإعلام العربية والصديقة بكشف جرائم الاحتلال الإجرامية وفضحه أمام الرأي العام الدولي. سابعاً، اهتمامكم بقضيتنا قضية فلسطين، قضية العرب المركزية، ونعول عليكم كثيراً بإظهار الحق الفلسطيني والجرائم التي تمارس ضد أبناء شعبنا من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. يقتلون أبناءنا هم ومستوطنيهم بدم بارد، ويتساقط الشهيد تلو الشهيد. ونتمنى عليكم أن تولوا هذه الهجمة الشرسة كل الاهتمام، ونشكركم مرة أخرى.